مصطفى احمد هيكل، معهد بحوث تكنولوجيا الاغذيه، مركز البحوث الزراعيه. الدكتوره اتكلمت عن زيوت الطعام، فانا عندي زيوت الطعام اللي هي الزيوت اللي هي من ضمنها زيت اللقطين. وعشان اتكلم على زيت اللقطين او زيت لب الخشب، لازم اخد حضراتكم معايا فكره بسيطه كده عن ايه هو اللقطين وايه الفرق بين اللقطين والقرع العسلي، واحنا يعني ايه القيمه الغذائيه ليه كثمره يعني. مش هينفع من غير ماك عشان التسجيل بس. أهمية غذائية لنبات اليقطين، وبعدين هندخل على أهمية البذور، وكذلك تركيب الزيت الخلب ولب الخشب وتركيبه من ناحية الفاتي أسيد كده. زيت نبات اليقطين هو عبارة عن نبات خشبي ليس له وساق، تمام؟ ذكر في القرآن الكريم في سورة وعبدنا عليه شجرة اليقطين، وطول ما هو ذكر في القرآن الكريم معناها يحتوي على قيمة غذائية عالية جدا من الناحية الصحية والناحية التغذوية يعني. فنبات اليقطين ده عبارة عن نبات بينمو بطريقة سريعة جدا، كثيف، أوراقه تكون ناعمة. وعشان كده أستعرض على حضراتكم الصور دي، لأن أغلبية الناس عندنا ما عرفهاش يعني إيه ثمرة اليقطين أو نبات اليقطين. فلو واضح من حضراتكم كده إن الورقة بتاعت هذا النبات يعني هي ورقة بتكون ناعمة جدا، يعني بتكون مغطاة بطبقة من القطيفة لدرجة نعومتها يعني. تاني حاجة شكل الثمرة، شكل الثمرة. الثمرة دي لما عملوا أبحاث عليها في ألمانيا وأمريكا وجدوا إن النبات ده الزهرة بتاعته من لا يعني عاوزة أقول إن هي إيه مفتحة طول الليل والنهار 24 ساعة. أما عملوا الدراسة العلمية ليها وجدوا إن هي المادة بتعمل المادة طاردة إيه الحشرات، ودي كانت من السر الإلهي للنبات ده ساعة نبات سيدنا ربنا سبحانه وتعالى على سيدنا يونس. أشكال الثمرة زي ما حضراتكم شايفين بتختلف في أشكال الثمرة من نبات لآخر، من صنف لآخر. ودي برضه أشكال تانية لثمرة اليقطين. وهنا بقى الصورة دي تشبيعية لشكل الثمرة كثمرة وشكل الورقة وشكل الزهرة بتاعته وشكل اللب الخشب اللي هو موضوع المحاضرة بتاعنا. وده العينة بتاعتي الموجودة هي اللب الخشب. احنا طبعا في مصر نعرف عن اليقطين الا انه عباره عن لب تساري او لب الخشب، ولكن في المحاضره هنا ان شاء الله باذن الله هنعرفكم عن القيمه الغذائيه الصحيه لزيت لب الخشب. فلو اتكلمنا عن القيمه الغذائيه ليها كثمره، هنلاقيها انها تحتوي على كثير من الفيتامينات، ومن اهمهم فيتامين سي، وكذلك فيتامين بي 1 وبي 2 وبي 2، تمام؟ كمان انها تحتوي على تقريبا 90% ميه، وتحتوي على اللي هو فيتامين اي 1، وده طبعا عباره عن انتي اوكسيدانت طبيعي. كمان هي بتحمي اصلا برضه من امراض الجلد وامراض الكانسر وكده، كمان برضه بتحتوي على الالياف الغذائيه. فتناول ثمره اليقطين كثمره يعني بتعملي على او حجم قليل للمعده، رقم واحد بينشط الكبد، بيزيل او يزيل صداع مهدد للاعصاب، ويزيل التهاب الكلى وفتح الحصاوي يعني تشكيلها، بيكسر العطش طبعا لانه في نسبه ميه حوالي 98% ميه، ويرفع امراض السعال، وينشط طبعا اللثه، ويخرج من سوس الاسنان، ويعالج امراض الجهاز البولي، كمان بيعالج مشكله البروستاتا عند كبار السن. طيب هل تناول ثمره اليقطين بيعمل ايه؟ تناول ثمره اليقطين طبعا بيساعد على خفض الوزن، لان انا بتناول ماده غذائيه نو كالوري، مفيش اصلا يعني كالوري وصلت للجسم. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان هي غنيه طبعا بالالياف. رقم ثلاثة ان هي برضه فيها نسبة بروتين، وكمان عبارة عن انتي اوكسيدنت طبيعي للجسم، تمام؟ كمان ان هي بتعمل امبروفنج انفستيجيشن اللي هي بتعمل على تحسين عملية الهضم داخل جسم الانسان، وان شاء الله في المحاضرة هنعرف يعني ايه الياف ويعني ايه الحاجات دي باذن الله. تاني حاجة بقى البذرة بتاع اليقطين، ده شكل البذرة. البذرة دي احنا عملنا لها تحليل كيماوي، لقيناها ان هي بتحتوي على 47% حوالي زيت، وتحتوي على 84% بروتين، 10% فايبر. طيب قفل بذور اليقطين عموما اللي هو لب الخشب كده بالشكل بتاعه ده، قفل بذور اليقطين اللي هو لب الخشب مثلا المثال ده اهميته ايه؟ ان هو بيعمل لي على علاج البروستاتا، رقم واحد كبار السن، رقم واحد، رقم اثنين بيحتوي على
هنا بقى في الصوره دي انا اتكلمت عن اللب كلب واتكلمت عن الثمره كثمره. طب ايه هي القيمه الغذائيه للثمار؟ انا جايب لحضراتكم النيوتشر فاليو بتاع ثمره اليقطين من حيث اللب ومن حيث البذور. فلو لاحظنا كده في التركيب الكيماوي بتاعها ان ده اخر بحث 2023 2024، فلو لاحظنا كده التركيب الكيماوي بتاعها هنلاحظ ان في اللب تحتوي على نسبه من البروتين، تحتوي على نسبه من الليبيد، تحتوي على نسبه من الفايبر، تحتوي على نسبه من الكربوهيدرات. طبعا هنا زيت الخشب. طب ايه هو الزيت ده؟ الزيت ده بيحتوي على
على تنظيم ضغط الدم رقم واحد، رقم اثنين تنظيم نبضات القلب، رقم ثلاثه تنظيم تمنع طبعا تجمع الاوعيه الدمويه، وتلعب دور هام في ايض الدهون وكذلك في الاغذيه الحلويه. طيب تناول زيت اللب الخشب بيعمل ايه؟ بيقي مخاطر الاصابه بامراض القلب والالتهابات، بالاضافه لان هو بيعمل كده ان هو بيعمل ازاي ده من امراض القلب. رقم واحد ان هو بيعمل على تخفيض مستوى الدهون او في الدم زي الكوليسترول، طبعا الكوليسترول الضار، وطبعا الترايجلسرايد او الدهون الثلاثيه. رقم اثنين بيخفض من العوامل المؤدية لتوتر الدم. رقم ثلاثه بيعمل على زياده او ارتخاء الاوعيه الدمويه سواء كانت في الشريان او كده، وبعدين بيعمل على تخفيض الالتهاب في الاوعيه الدمويه. طيب انا قلت ان تناول زيت اللب الخشب بيعمل على تقليل الكوليسترول، تقليل الكوليسترول المضر، حد عنده فكره؟ طيب تمام. انا عندي نوعين من الكوليسترول، انا عندي نوعين من الكوليسترول، عندي نوعين من الكوليسترول، في الكوليسترول الضار وفي الكوليسترول النافع بالنسبه للناحيه الغذائيه. انا عندي هاي دنس لايك بروتين وفي لو دنس لايك بروتين. الهاي دنس لايك بروتين ده معناها اللي هو البروتين عالي الكثافه، اما النوع عباره عن النوع السيء بالنسبه لصحه الانسان والصحه العامه. تمام. ال HDL دي ال، طب احنا بنسمح كتير خالص، كثير منا لما بنعمل تحاليل بنقول نعمل تحليل الكوليسترول، طب ما حدش فكر ايه هو ال HDL وال LDL، او هو يعني ايه توتال كوليسترول، او الكوليسترول ده بيعمل ايه داخل جسم الانسان اصلا. فانا هعمل نبذه مختصره كده لحضراتكم، يا رب المعلومه تكون توصل ان شاء الله باذن الله. فانا عندي ال HDL، ال HDL هو عباره عن اللي هو ال الكوليسترول النافع. تمام. هو بيعمل ايه الكوليسترول النافع داخل جسم الانسان؟ ده بيعمل على تجميع الكوليسترول تمام من اجزاء الجسم المختلفه ويوديها للكبد. الكبد بيقوم بايه؟ الكبد بيعمل على اخراج اللي هو الكوليسترول وطرده داخل الجسم، يعني هو بيجمع لي الكوليسترول بيوديه للكبد، الكبد بيقوم بوظيفته او بيدخله داخل الجسم. تمام. الكوليسترول منخفض الكثافه بيعمل عكسه تماما، ده بيساعد على تكسير الدهون الثلاثيه داخل جدار الشريان. تمام. وبالتالي بيديني الى ايه؟ طبعا امراض القلب وتصلب الشرايين والسكته الدماغيه والكلام ده. زي ما حضراتكم شايفين كده ده 2024. تمام. ده عباره عن الكوليسترول النافع ان هو بياخد كل الدهون الثلاثيه والكوليسترول معايا زي ده شكل الشريان من الداخل، فبياخد ويبقى الكبد والكبد بيدخل داخل الجسم. انما ده عباره عن الكوليسترول الضار، فبيعمل ايه؟ بيعمل على تكوين اللي هو الدهون داخل جدار الشريان، فبالتالي الشريان بيعمل بيضيق يضيق يضيق، فما فيش مسار ان الدم يمشي، فبيحصل عمليه السكته الدماغيه وطبعا الامراض اللي احنا عارفينها. طيب اخر حاجه بقى المنتجات البروده بقى. القرع العسلي طبعا احنا اتكلمنا طبعا قيمه غذائيه للب وقيمه غذائيه للبذره وقيمه غذائيه للزيت. طيب البروده بتاعت القرع العسلي احنا في مصر لا نعرف عن القرع اليقطين، معلش نقيم البروده بتاع اليقطين. تمام. احنا في مصر لا نعرف عن اليقطين الا انه لب خشب. طب لكن الابحاث العلميه طبعا استخدمت طبعا اول حاجه في عصير رقم واحد. رقم اثنين دي من اكثر الابحاث اللي هم اصلا استخدموه هو كحطوا الدكتوره الطازه بتاعته فريش. تمام. فاستخدموه طبعا في كثير من المنتجات، كان استخدموه في منتجات البكري او منتجات المخابز، استخدموه في منتجات اللحوم، استخدموه في منتجات الاطفال، استخدموه في منتجات الالبان، لانه طبعا انا بحب الماده الغذائيه غنيه بالعنصر هيرودي الفاتي اسيد والاوميجا 6 والاوميجا 3، بالاضافه الى ان هي غنيه بالفايبر سواء كانت ستوريا بالفايبر او الان ستوريا بالفايبر. وده برضه من بحث 2024 اللي استخدم زيت اليقطين، حول اللب بتاعه الى عباره عن بودر، وبعد ما تحول لبودر وخلاص اداني مساحه ان انا اضيفه طبعا في كثير من المنتجات زي منتجات اللحوم زي ما حضراتكم شايفين، منتجات الالبان ومنتجات منتجات الالبان وكده يعني. والبحث ده ضاف اليقطين بصوره طازجه، وطبعا دخلوا في الطعميه ودخلوا في منتجات البكري. والمنتجات الاخرى لليقطين ما اكتفوش بكده، ما سابوش اصلا حتى القشره الخارجيه للثمره، ما سابوش استخدموها في ادوات جديده زي ما حضراتكم شايفين. ده من اليقطين.